نعم بالفعل، يعني كلما ليلة أمس كانت ليلة مستعيرة بحرب المسيرات المتبادل بين كل من أوكرانيا وروسيا. أولا أبدأ بالتصريحات الأوكرانية، أعلنت سلطات كييف عن حالة التأهب القصوى التي فرضتها على كامل العاصمة جراء هجوم صاروخي مكثف روسي على العاصمة. حسب التصريحات أنه تم إطلاق 3 صواريخ، تم إسقاط 2 منها، ولكن كان هناك إصابة لشخصين مدنيين إضافة إلى عشرات المنازل حسب التصريحات. كذلك كان هناك انقطاع للتيار الكهربائي في العاصمة وفي أنحاء البلاد كافة، كون أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي صرح عن تفاقم مشكلة الكهرباء وانقطاعها على كامل أنحاء البلاد، بل كان هناك اجتماعات دورية مع وزارة أو ممثلي وزارة الطاقة الأوكرانية، وأوعز بوضع ألواح الطاقة الشمسية على مراكز الخدمات الصحية، المستشفيات والمدارس بالسرعة القصوى. كذلك أعلن عن أن أكثر من 50% من موارد الطاقة أو منشآت الطاقة الأوكرانية تم تدميرها، وهذا ما يغرق البلاد في حالة ظلام وفي حالة تقنين قصوى تبدأ من 11 صباحا حتى 9 مساء في معظم أنحاء البلاد. ولكن هجوم يوم أمس الروسي كان مركزا على العاصمة الأوكرانية كييف، بينما الرواية الروسية تتحدث عبر بيان وزارة الدفاع الروسية أنه تم ضرب أكثر من 4 منشآت للطاقة و4 مراكز استطلاع ومراكز حرب إلكترونية ومخزن للذخيرة خلال 24 ساعة ماضية، إضافة إلى مقتل أكثر من 1800 جندي أوكراني. أيضا بالمقابل الهجمات الأوكرانية كانت موسعة جدا، كلما من خلال هجوم على مقاطعة بريانسك بحوالي 30 مسيرة، تقول السلطات في بريانسك أنه تم إسقاطها دون وقوع أي أضرار أو إصابات مادية وبشرية. أيضا في مقاطعة كورسك التي شهدت أيضا إسقاط ل8 صواريخ و 36 مسيرة أوكرانية على 3 بلدات، بيلوفسكي، بوجانسكي وبلوشي سولادسكي أيضا. ولكن الحدث الأبرز كلما كان قبل ساعتين من الآن بهجوم أوكراني بمسيرات عبر المسيرات موسع على مقاطعة بيلغراد، أدى حسب تصريحات حاكم المقاطعة فيتشيسلاف غلادكوف إلى مقتل شخص وإصابة 3 آخرين، وأيضا تم الهجوم عبر 3 صواريخ من نوع بامبير. أيضا في مقاطعة سيفاستوبل في شبه جزيرة القرم كان هناك هجوما على المدينة بوابل من المسيرات الأوكرانية أدى إلى إصابة 14 شخصا ومن ضمنهم طفلان حسب التصريحات الأولية قبل ساعتين من الآن. تفضل كلاما أعود إليك. أشكرك جزيل الشكر مراسلة قناة اليوم مرام حمصي على كل هذه التفاصيل والإيضاحات، كنت معنا مباشرة من العاصمة الروسية موسكو.